السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم في برنامج شد حيلك. مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم، صيامكم وقيامكم. هذه الحلقة الثامنة وعندنا سيارتين ولله الحمد راحوا إلى الآن في برنامج شد حيلك، وباقي عندنا العديد من السيارات اللي نشوفها دائما خارج مسرح قطر الوطني، يعني استديو برنامج شد حيلك. نعم، سيارتين إضافة إليها سكوترين بعد يا خالد، صحيح، غير المبالغ المالية المرتفعة، ويستهلون كل اللي فازوا وبإذن الله تعالى ودعواتكم إن شاء الله. قولوا آمين، نتروح سيارة الليلة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. اللهم اليوم آمين. عندنا الرانجلر اليوم إن شاء الله يا رب، الله يكتبها من نصيب راعيها. آمين يا رب. إن شاء الله ليلة قرعة على طول. بسم الله. متحمسين؟ يلا يلا بسم الله. أول المشتركين معنا هو صاحب الرقم 112 حسين. ثاني مشترك 116، يا مرحبا يا حسين. تعال تعال. 173 مرحبا وسهلا، وقفنا بيجي يطلع اسمك. سالم. والثالث محمد 282. سعيد عندك هذا. بسم الله. واخر المشاركين 266 عبد العزيز. يا محل كيف حال؟ يا مرحبا ومسهلا فيكم، حياكم الله معنا في اول فقرات برنامج شد حيلك. لحظه، في تليفون. رد 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 عليه، قول انا مشغول. رد عليه، رد عليه، قول انا على الهواء. والله رد عليه، رد عليه، حط قول له على الهواء. طيب تفضل يا جماعه، كل واحد على الستاند اللي عليه اسمه، عليه اسمه ورقمه. حسين ايش حالك؟ ساك طيب؟ مساك بخير. يا مرحبا ومسهلا. الله يرحمك حسين. كم متوقع اللعبه ذي؟ ولا تقول بلنتيات؟ والله اقول بلنتيات، لكن جاء حظي فيه. لا ان شاء الله حظك انه زين، وكلكم حظوظكم زينه، وان شاء الله الموضوع سهل جدا. خالد عندك عندي بطاقتي وعندي الاسئله، لكن نبي نسولف مع الربع اول شيء. سالم شلونك؟ ان شاء الله طيب. قرب الميكروفون يا سالم ولا تهون. قربوها كلها منكم الميكروفون. سالم كنت تتمنى انك تطلع على المسابقه الاولى؟ اي نعم. ولا كان ودك انك تسخن تشوف الحلقه وعقب؟ كنت اتمنى اللعبه دي. طيب اتمنى لك، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. محمد. محمد من اللي كان يتصل لك؟ والله ما ادري، ما شفت الرقم. ما شفت الرقم؟ طيب كان متوقع تلعب على اللعبه دي ولا غيرها؟ والله وش اللي كان في خاطرك من الالعاب؟ الكوره. الكوره؟ الكوره 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 ان شاء الله، ان شاء الله في المرات الجايه. وانت يا سلطان. لحظه بس محمد، يعني اذا في خاطر الكوره يعني المفروض انه يكون يا يتابع شارة الريان يا انه مشارك فيها ولا؟ والبطولات الرمضانيه واجد. والله كريم ان شاء الله. ان شاء الله. والله كريم ان شاء الله. أوكي. سلطان، المسابقه اللي انت كان تتمنى انك تشارك فيها وش هي؟ الاسئله. الاسئله؟ نعم. ان شاء الله ان شاء الله. زين لو فزت انت ايش صندوق بتختار؟ الى خلاص ان شاء الله اختار. ان شاء الله ان شاء الله. عبد العزيز. نعم. المسابقه اللي كانت تتمنى تشارك فيها وش هي؟ اسئله عادي. ما اسمع. اسئله اسئله. الاسئله. ما تبغون البلنتيات، النصرع، من الطيبه؟ عادي مو مشكله. يعني كان بتشاركون؟ بيض الله وجهكم، محلكم وتشرفونا. نعم. طيب. المسابقه هذه خالد المسابقه. المسابقه هذه يا حمد ولهنون الربع، المسابقه هذه هي مسابقه الجواب الاقرب الى الصواب. مسابقة الجواب الأقرب إلى الصواب هي عبارة عن، راح أرجع أشرحها دائما بنفس المثل اللي أستخدمه دائما. ركزوا مع خالد. على سبيل المثال، متى أنشئت قناة الريان؟ نفترض أن حمد ما يعرف. نفترض أن حمد ما يعرف، قول عطني إجابة. 2012. غلط. إجابة غلط. إجابة غلط 2017. طيب 2017، وأنا راح أجاوب بقول 2014. الجواب الصحيح وشو؟ 2012. لكن من فينا اللي كان الأقرب؟ أقرب لـ 2012. أنا خالد، لأني قلت 2014. هذه بالتالي إجابتي أنا هي الإجابة الصحيحة.
وقس على ذلك ما شئت. واضح. عندنا طبعا 5 اسئله، السؤال الاول عليه 1000، الثاني 2000، عفوا 4 اسئله، السؤال الاول 1000، الثاني 2000، الثالث 3000، الرابع 4000 ريال. في حال صار عندنا تعادل بين اي حد او اي اثنين او اي ثلاثه، الفيصل دائما الاسرع في الاجابه على الاسئله هو اللي راح يتاهل على الادراج. واضح؟ او على الصناديق. واضح؟ مستعدين؟ مستعدين. السؤال الاول يقول: متى تم قبول الدفعة الأولى بكلية الطب في جامعة قطر؟ دقيقتين عندكم، لا تستعجلون. إجابات تخمينية. تضغط على الأرقام، يعني كم تبغي تقول على سبيل المثال؟ قول لي. قول لي كم تبغي تقول؟ أعطني السنة. سنة كم؟ ما اختار رقم. اي قول لي، قول لي سنة كم تبغى تقول؟ 2005. يعني 2005. اضغط خلصت اذا انت مقتنع بالجواب. لا بس ولا تضغط. طقيت بالغلط انا. ضغط؟ طقيت بالغلط. هذا هو اللي يمسح. كم تبي تقول؟ ضغط انت خلصت؟ 1900. اي اللي يخلص يضغط خلص. كلية الطب يا جماعة، كلية الطب ها؟ حديثة ترى، كلية حديثة. كلية الطب حديثة. حديثة جدا كلية الطب. تروحون تواريخ قديمة. عبد العزيز ومحمد، عادكم ما جاوبتوا، يلا. باقي 19 ثانية. من اللي للحين ما خلص. خليك عند محمد. سالم خلصت؟ كم تبي تقول؟ خلاص؟ ما عاد عندك وقت. وين سالم؟ سالم اضغط عندك. اضغط خلصت؟ اضغط خلصت. اضغط خلصت. اضغط خلصت. ما عندك وقت اصلا. ما ولع لحد الحين. طيب ضغط خلصت؟ قطيت. انا ضغطت لخلصت لانه خلص وقته اصلا، ما عنده وقت. انتهى الوقت يا شباب. طيب نشوف الاجابه الصحيحه. الاجابه الصحيحه وش هي؟ انا حتى ما جت، ما جاوب للاسف. اي للحين ما طلع. لانك ما ضغطت خلصت. قطيت اكثر مره. تاخرت. تاخرت. على العموم الإجابة الصحيحة هي سنة 2015، لكن الأقرب خلينا نشوف، الأقرب هو حسين قال 2011. كلية الطب طبعا تأسست. سالم ايش كان حاط انت؟ 2012. والله كنت بتكون أقرب لكن تأخرت. تأخرت تأخرت تأخرت. على العموم بيكون معك، بكون جنبك بعد شوية سالم، بكون جنبك علشان لا سمح الله تكررت عندك المشكلة أنا أكون تلبسني المشكلة. طيب رصيد. حسين 1000 ريال والربع الباقيين على صفر. والله يوفقكم ان شاء الله في الاسئله الجايه. آمين. وان شاء الله تعالى ترفعون ارصدتكم. جاهزين للسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول: في اي عام تم اختيار الدوحه عاصمه للثقافه العربيه؟ في اي عام تم اختيار الدوحه عاصمة للثقافة العربية؟ ما يبغى 22؟ وش 22؟ سالم ما شاء الله عليه أول واحد جاوب. اضغط خلصت؟ عرفت. متأكد؟ طيب ممتاز. الربع اللي هناك عبد العزيز حسين اضرب بهالشكل ضغط. حسين كنت بتقول لا تاخر. ها بعد 2010 تبي تقول؟ لحظه خلاص؟ خلاص. ها يا حسين خلصت انت ولا مخلصت؟ خلصت. اضغط هالشكل اضرب. طيب الجواب الصحيح هو 2010. عندنا اجابتين صحيحتين، عندنا ثلاث اجابات صحيحة، ولكن ثلاث اجابات صحيحه، لكن سالم محمد سعيد الربع اللي في النص اجابوا اجابه صحيحه، ولكن اللي كان اسرع ذكرنا باسمك. سالم هو اللي كان اسرع. هي كانت 2010.
انت استاهل. سالم عندك خبر الظاهر في ال... اي خبر اي كانت 2012 2010. شوف الرصيد حمد، الرصيد كم الحين؟ يلا حسين، حسين 1000، سالم 2000، والربع الباقيين على صفر. السؤال الثالث قيمته 3000 ريال وعند خالد، ممكن ترتفع تصير 3000 ريال وتصير الاول على الربع. فركزوا، مش المطلوب منكم الاجابه الصحيحه، الاقرب. اذا تعرف الصحيحه اوكي، اذا ما تعرفها الاقرب يعني اللي حولها اقرب اجابه. والسرعه، السرعه يا جماعه، وعندكم انا قبل شوي سالم ومحمد دقيقه ونص خلص الوقت. سالم محمد سلطان قبل شوي كلهم جاوبوا اجابه صحيحه، لكن اللي كان الاسرع فيهم هو سالم، عشان كذا هو اللي حصل على رصيد 2000 ريال من قيمه السؤال الثاني. الله يوفقهم جميعا ان شاء الله. نروح على السؤال الثالث حمد. السؤال الثاني يلا بسم الله عندك. قيمته 3000 ريال. السؤال الثالث عن احدى اهم واعرق المؤسسات الاعلاميه في دول الخليج. السؤال الثالث يقول: في أي عام أنشئت وكالة الأنباء القطرية؟ في أي عام أنشئت وكالة الأنباء القطرية؟ وأنا أتكلم عن إحدى أعرق يعني العراقة، يعني في قدم في الموضوع، في تاريخ في الموضوع، يعني مستحيل تكون في القرن الحالي، يعني مستحيل تكون في القرن الحالي، يعني مستحيل تكون في القرن الحالي. اللي عنده مشكلة في الجهاز يقول لي. اضغط عليه عشان. اكبس عليه بقوة. حط يدك عليها. ايه. تعال. الكل جاوب، نشوف الإجابة الصحيحة. 1975 هي وحسين هو اللي جاوب على الإجابة الصحيحة. 1975 أنشئت وكالة الأنباء القطرية. تستاهل وبيض الله وجهك. اللي كان أقرب حسين أعطونا الرصيد. 4000، 2000، محمد والسلطان عبد العزيز صفر. السؤال طيب. الأخير بس خلنا قبل السؤال الأخير، الآن الحسبة أعتقد صارت واضحة. السؤال الأخير عليه 4000 ريال، واللي عنده الآن 4000 هو حسين. حسين إذا جاوب على السؤال هذا إجابة صحيحة راح، وإذا جاوب سالم إجابة صحيحة على السؤال الجاي راح. إذا واحد من محمد ولا سلطان ولا عبد العزيز، إذا حد منكم جاوب إجابة صحيحة وخذ 4000 راح يتعادل مع حسين، فبالتالي اللي راح يكون الأسرع في إجابته على الأربع أسئلة، مو بسؤال واحد، على الأربع أسئلة راح يكون هو اللي راح يلعب على بيروح الصناديق والسيارة. واضح؟ واضح. بسم الله. عندك. جاهزين؟ جاهزين شباب؟ جاهزين. السؤال هو: متى تأسست أول كلية في دولة قطر؟ وهي كلية التربية. متى تأسست أول كلية في قطر؟ اللي هي كلية التربية. إيش كانت تقول قبل شوي خالد؟ الحقبة السابقة؟ فيها عراقة يعني. لا عشان تجيب والله نسيت الحقبة السابقة. والله تصدق نسيت. كلية التربية قديم من زمان يعني. باقي دقيقة، باقي سلطان. كلية التربية اللي درس في جامعة قطر يكون عارف من كليات سلطان. أمورك طيبة؟ ساعدك في شيء؟ سلطان تبغى خالد يساعدك؟ أمورك طيبة سلطان؟ أوكي طيب. لا الحمد. في إجابات قريب وفي إجابات صح. 1990 حمد. هي 1900. لحظة اصبر. زين خلنا شوي ندردش على الإجابات اللي عندنا. 1990 في
في ناس درسوا في جامعة قطر في أول كلية وتخرجوا قبل 1990 من هالكلية هذه. أي نعم. صح؟ نعم. 1972 إجابتين، الإجابة تكررت مع سالم ومع محمد. ما راح أناقشهم الحين. في عندنا كم قلت سلطان؟ 1973. أنت في نفس الحقبة. عبد العزيز قال 2016. أقدم أول كلية. إحنا نتكلم عن أقدم كلية في دولة قطر. أول كلية تأسست، يعني أول كلية في قطر. واضح أنها حديثة. يعني جامعة قطر قديمة، جامعة قطر. نعم. لا تعد من الجامعات الحديثة. طيب. كان جوابك هو الأبعد، هو الأبعد. لكن في طبعاً عندنا شخصين. واحد منهم جاوب إجابة صح. هم الاثنين جاوبوا إجابة صحيحة، لكن من الأسرع فيهم؟ لا. واحد جاب الإجابة صح. ها أشوف 73. أوه. إيه راحت عن بالي والله. طيب. سلطان. أشوف. يلا. 1973 هي السنة التي تأسست فيها أول كلية في دولة قطر. قبل لا يجاوب سلطان كنت أقول أنتوا الاثنين بنشوف الوقت، يعني من أسرع واحد فيكم. تدري وأتوقع سالم كان أسرع. أنا يعني أبغي أقول كلمة حق. أنا أبدي إعجابي بسالم بشكل كبير جدا، لأن سالم السؤال الأول قاله صح، أنا شفت الإجابة عنده. السؤال الثاني هو أول واحد جاوب. نعم. السؤال الثالث ايضا كان سريع جدا، وكانت اجابته قريبه من حسين. لكن الان سبحان الله، يعني حتى انا لاحظت اول ما طرحنا السؤال على طول قال 1972 بدون تردد. فيبدو ان الرجل عارف الاجابه لكن قدم بسنه. على العموم الرصيد حسين 4000، سالم 2000، محمد 0، سلطان 4000، عبد العزيز 0. في هذه الحالة طبعا احنا عندنا تعادل بين حسين وبين سلطان. مثل ما ذكرت احد السيناريوهات اللي كانت موجودة، لكن قبل خلينا نتربع محمد وعبد العزيز حسابنا وجودهم معنا طبعا. ما خسرت انت معنا، هذه قسيمة من منتجع البنانة، بيض الله وجهك ما قصرت انت. وفي المسابقة سجل معنا في المسابقة الجاية وبتفوز. عبد العزيز فوتشر من البنانة، تستاهلون الله يحفظكم وطريقكم منا. الربع يستقبلونكم. سالم أيضا جايزتك 2000 ريال، نقول لك ألف مبروك، تقدر تفضل لاستلام جايزتك. تبقى الآن المنافسة بين سلطان وحسين، أحدهما كان الأسرع في الإجابة على إجمالي الأسئلة. عدادات راح تطلع 3 2 1. اطلع يا عداد. بسم الله. يا رب يا رب يا رب. حسين استهلوا. ولا سلطان؟ حسين ولا سلطان؟ سلطان. سلطان يستاهل. سلطان هو اللي كان الأسرع في إجابته على الأسئلة. أما أنت يا حسين بيض الله وجهك، شكرا جزيلا لك. ما قصرت. مبروك عليك ال 4000 ريال. فزت 4000 ريال، والربع ورا ينتظرونك عشان يسجلون. ما قصرت. سهل. تعال تعال تعال. وإضاءة، أعطونا إضاءة. أعطونا إضاءة. حياك. وش اللي كان مردد في البداية سلطان؟ في البداية كان متردد وخايف مرتبك، لكن الحمد لله الله وفقك الحمد لله. وجاتك السكينة ومشيت أنت. الحمد لله. مشيت الأمور. الحمد لله. الحمد لله. بالذات الإجابة الأخيرة أنا كان خالد جايك، بس انك جاوبت انت اجابه صحيحه بالضبط. الحمد لله ربنا عنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا سالناك عن الصناديق قبل شوي وقلنا لك، اعتقد انت اللي سالناك، قلنا لك اي صندوق تبغي لو انك فزت، صح؟ لا فزنا ان شاء الله اختار. اختار. الحين فزت؟ الحين اعطني رقم الصندوق. المتطرف المتطرف، خذ المتطرف. ثلاثة. ثلاثة؟ محمد اي متطرف في ثلاث في لحظة، والله كلهم مطرفين. أنا متوه يوم أقول إياه. في 8 مطرفين حمد. في 8 مطرفين. مو 8. في كل في 8 صناديق مطرفين، ما عدا 5 مو بمطرف. اختار. على المايك على المايك على المايك. على المايك. رقم 3. طيب خلنا أعد لك، أبغى أقول لك الأرقام كم. من 1 إلى 9. أنت الله يوفقك. هذا 1. تأهلت أنت للسيارة. سلطان. ونشوف جايزتك اللي هنا اللي قبل السيارة. هذا 1، 2، 3. 4، 5، 6، 7، 8، 9.
رقم ثلاثة ليس. ثلاثة؟ أكيد؟ إن شاء الله. ما تبغي تغير؟ لا إن شاء الله. ترى في غيره مطرف. لا إن شاء الله. ها؟ لا تفكر فيه، خل عينك الجمهور عشان ما يوترك. سلطان. تو يوترك؟ سلطان. هو بيجيبك إياه. أنا عندي لك شيء بعد شوي، إذا 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 جبت لك الكرت وما عجبك بجيب لك شيء عشان تسلم فيه على حمد. ما إن شاء الله تسلم عليه ولو. لأنه هو اللي حدك على المطرف. رد عليه. لا إن شاء الله. ها قل له قل له. قال لك لا إن شاء الله خلاص. إن شاء الله حنلزمنا عليه. ها. أجيب هذه معي ولا؟ أنا والله متحمس لها إن شاء الله. طيب أوكي، دامك متحمس لها. لا خلاص. الله يكفينا شرك. لا لا برجعها خلاص. دام اختيار حمد، حمد هو اللي يعلن. تفضل. ما اسرع سمحتوا يا الربع، كان قلت له جيبها وقوموا. خالد ما يصير. يستاهل. هو يستاهل بس ودنا بال ودنا بالاكثر، لكن الحمد لله. على طول؟ رزق. ما نوقفها؟ رزق. مره؟ روح بسم الله. ذكرني باسمك. سلطان. سلطان فاز ب 10,000 ريال، يستاهل. إضافة إلى ذلك تأهل إلى السيارة اللي بنشوفها في الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة في برنامج شد حيلك، يعني تقريبا بعد 45 دقيقة إن شاء الله. الوعد برا إن شاء الله، وإن شاء الله الله يكسب لك الموتر إن شاء الله. الله يوفقه هو وربعه أيضا. بس خلونا نقفهم معك خلاص، ما عاد فيه. قدم فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونكمل شد حيلك، خلكم معنا. فاصل ونواصل إن شاء الله، والوعد عند السيارة إن شاء الله. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. انا طبعا من حلقه اول امس وعندي ثار ابغى اخذه من حمد، ذاك اليوم فاز علي والحين لازم اعوض. انا متنازل يا خالد. لا ما تنازل، بعطيك اللي انت تبغيه بس انا متنازل، ما ابغى اوجعك يا خالد. لا انت هي راح تضرب هذه، ما راح تضرب. إيه ما ابغى اوجعك. يلا يجيك خلع ولا شيء. شد حيلك. لا لا عندك الاول اسم البرنامج. انت خذ ثارك. لا لا انت اول، اخر مره انت فايز الحين عندك. انا ما كمل، ما حد بيشجعني وانا مسويه. كم ضربة؟ واحدة بس بعد. عطني. وين البو؟ وين البو شجعني؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. كم الرقم؟ طاف ال 400. 460. قط قط الغترة. لا لا ما قط يا كريم. ادعوا له ان الله. بسم الله. بسم الله. يا خالد ما بيننا ثار يا خالد. هو مو بثار لكن هي منافسة شريفة بين اخوان. طيب. ولا ايش رايك؟ يلا بسم الله. بسم الله. يستاهل، أنا بشجعك. أنا أشجعك، أنا أشجعك. بسم الله. كسر الرقم، أنا أقول. لا. بعد. عادك فيها بعد. خلاص بتعيدها يا خالد. توبه 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 يا رجال. حمد اقوم مني ما شاء الله. حمد الساعه 2 في الليل تروح تتمرن في الجيم. ما تتمرن انا. قرعه قرعه. يلا بسم الله. يلا راح ناخذ طبعا اثنين. اقول اثنين ان شاء الله يا رب. ما اقول اثنين ان شاء الله. نبغى نشوف ارقام تكسر هني. 109. اربع عود. اي زين. 171. زندك مهم مثل زنده ان شاء الله. زندك انها عمه وخاله. مرحبا. يا مرحبا وسهلا. مبروك عليكم اللي باقي من الشهر. والله يتقبل طاعتكم. حياكم المسابقه شوفت عينكم. حياكم اقربوا حياكم. اللي هي مسابقه المطرقه تضربها لك ثلاث محاولات. مش ثلاث محاولات حمد. ها؟ هي جولة أولى. جولة أولى. جولة ثانية وجولة ثالثة. أي. هي ثلاث جولات. اللي يفوز بثنتين منهم. خلاص. هو الفايز. هو الفايز. على المايك. قرب المايك ولا تفهم. ناصر. طيب. وإذا تبغى تجرب حظك بعد في الثالثة تشوف تكسرها ولا شيء. خلها واحدة. ها تكون مرة واحدة. لا. قد جربتوها قبل؟ لا. خلها واحدة. أحسن من ثنتين. أنت هي واضحة لكم؟ نعم. شلون واحدة يعني؟ يعني ضربة واحدة وخلاص. ضربة واحدة.
بس انك اذا ضربت ضربه واحده لا 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 لا, لا 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 حمد حمد ما يصير شنو ضربه واحده هو انه بيكسرها يعني لا 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 احنا نبغي نستمتع نبغي شيء يكون فيه اثاره تحدي ولا كان خلوا مباريات الكوره شوط واحد وخلاص مسابقتكم وصلتوا فيها نشوف احنا نبغي اثاره يا اخي احنا جاهزين بس يلا ها حط الكرت في اخواك حط الكرت في اخواك والجوال حطه على الصامت حطه في اخواك اللي على الجنب وانت قل جاهز تفوز عليه قرب قرب على المايك على المايك ما بيننا فوز ما يصير تحدي لا 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 قبل شوي تحدي انا قلت بفوز عليك حمد يا اخي ابغي ناس ينافسون يا اخي ما ابي ناس لا لا انا ما ابي ما بيننا فوز لا لا ربعنا راح يكسرون يا اخي نبغي منافسه هني بينكم ارفع المايك ابغى اسمع على المايك انا جاهز يلا بسم الله يلا الربع جاهزين من الاول من يبدا فيكم ناصر من منكم انت ناصر وانت عبد الله ناصر وعبد الله من يبدا فيكم بصركم يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلا زين بصرك اللي ودك منا ولا منا منهم من تمسكها ومره حماك وماك حماك وماك ثلاث في النص خل جوادك هنا خل جوادك هنا على جوادها من فوق جوادك هنا لحظة بنعطيك الكيو بنقول لك ثلاثة اثنين واحد صبر جاهز جمهور جاهزين له شجعوا والله يكسر الرقم ان شاء الله يلا ثلاثة اثنين واحد كسر رقمي ورقمك ايوه ما شاء الله كان ما شاء الله تبارك الله ما تعطل 470 عد الغترة عد الغترة جاهز لحظة شوي جاهز واحد اثنين ثلاثة تكسر رقم خالة 440 هذه الجولة الأولى ناصر فاز فيها ناصر فاز عليك أنا علمتك يلا 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 جولها من تحت جاهز؟ إيه هذا سر الفوز اثنين ثلاثة حلو عبد الله عرفت التكنيك هي شلون؟ جودها من تحت 465 شوي شوي بسم الله تعادل طيب هذه الجوله راح تنعاد اكيد لان تعادل بينكم تعادل عطى حق ناصر دور ناصر اللي هي الدور الثالثه ايه اذا ناصر فاز خلاص طبعا خمسة وسبعين الحين عندك خلينا نشوف حماك وماك عبد الله بسم الله افا 120 على وناصر جاب 475 تستاهل ناصر نقول مبروك طبعا لحظه انا بجرب هاي التكنيك مالك حمد انت ايش قلت له قبل شيء اخبطها من تحت صح؟ ردها لين تقرطب بيديك منها زين واضربها منها تضرب بهذه ولا هذه حمد؟ الصوب ذا الصوب؟ ايه ايش معنى؟ عشان التركيز يكون كله في النص صح؟ لا طيب كم جبت انت قبل شوي؟ لا تسوي كذا ها من عند العمود الفقري ورا اي 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 شفت يا خالد؟ كسرت رقم حمد طيب ردها ورا كذا ما قصرت صبر ابغى خالد عبد الله لحظه تعال خل وجهك الميكروفون عبد الله بيض الله وجهك لمشاركتك مبروك عليك هذا كوبون قسيمه مقدمه من منتجع انتارا في جزيره البنانة بيض الله وجهك استمتعنا صراحه معك ما قصرت تسلم ما قصرت حياك مشكور عشان ربع تعال يا بطل يبغي انا وياك الحين مره ايش رايك واحدة بينك وبين حمد اي كل واحدة بس اذا غلبتك تعطيني جائزة الضيف شلون تستاهل الا انت تبغي مني حمد تبغي هو يبدا قبل هو يبدا لا لا هو لا 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 انت لا لا هو لا انت لا 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 انت
ترى ترى طلب التحدي مو انا بسحب منك صندوق جبها يلا ابغى اللي يشجعون يا الربع بسم الله بسم الله واحده هو فايز خلاص يلا واحده بس بسم الله بسم الله هاي يا حمد 460 خفيفة يعني انت قد كسرتها يلا لا لا يلا يلا عطى عطى واحدة ثانية يلا الله يستر الله يستر تكفى يا ناصر هو قد جاب 75 تكفى يا ناصر بسم الله بسم الله ها وين الجمهور شجعوه يلا الجمهور روح يستاهل هو أكثر أكيد هو أكثر سلام كفى ما قصرت وش اللي أنت تبغي مني أنا حاضر الله وجهك ما قصرت يبغيك تدل على الصندوق إن شاء الله يختار هذا المكان والأسود حياك تعال عندي هنا تعال الله يهينك وبيض الله وجهك وجعلها يمين إن شاء الله قوية في الإيمان إن شاء الله تأهلت أنت على السيارة سنابي إيه هو قال بطل سنابي ترى هذا خارج القانون عندنا في القناة اللي وش تبغى تقول بس قال هذا الرجال فاز على ناصر ناصر نعم فاز علي في تحدي مسابقة المطرقة حمد فرق خمسة حمد فرق خمسة يا حمد حاضر خلاص انا قلت انشر لي ما قلت تبغى بعد نشرته زين حطيت حسابه هو قصده حط حسابه حطه حسابك حطيته حاضر تبغي حسابك ولا الصندوق؟ لا لا الصندوق على المايك يا اخي خلنا نسمع نبدا الصندوق ها صندوق؟ نعم خلاص اي صندوق الحساب الحساب ان شاء الله عقب السياره ان شاء الله حسابك اذا اخذت السياره ان شاء الله عندي وعند حمد السياره تاهلت عليها خلاص الحين تاهلت على السياره هاي مضمونه على المايك يا ناصر 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 قول لا اله الا الله ناصر شوف هذه كاميرا وهذا ميكروفون علشان اللي يشوفونك في الكاميرا يسمعون صوتك عن طريق هذا الميكروفون واللي ورا ما يسمع طيب صناديق قول لا اله الا الله خل يدك هالشكل لا تحرك ابد طيب ها طيب اذا تبغي تاشر هذه يدك اليسار فاضيه ما عندها احد زين طيب زين اعطني رقم كم رقم ذاك عندك من واحد لين تسعة عدها كم هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع سم بالله خمسة خمسة نعم حمد سم جيزة والله هو جيزة رقم حظه زين إن شاء الله بعدين هو تأهل على تأهل على السيارة يستاهل تعال أنت أظهرك على المشاهدين على الكاميرات خل وجهك كذا وأنا بجي على يسارك وخالد بجي على يمينك هو لغدا غير الكرت لا لا مو مغير لا تخاف ناصر ناصر عندي لك خبر طيب إن شاء الله طيب. ناصر عندي لك خبر طيب ان شاء الله حمد راح يشرح حسابك عقب الحلقه ما بخلف ان شاء الله ما شاء الله عندك سناب انا عندي سناب ابغى تنشر تسلم طيب حياك حياك في النص حياك في النص والله اخي استمتعنا معك تسلم كسرت رقم ربيع ريت خابره ربيع ربيع ما شافه ما شفت ربيع اوريك اياه ان شاء الله احنا طالعين بعد شوي على السياره كسرت رقمي كسرت رقم عبد الله وكسرت انت رقم حمد فرق خمسة خلاص بعد تبارك الرحمن بعد في حد غير خلينا نختار احد الجمهور لا 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 افرق تبغي شو حد يتحداك؟ لا خلاص وبنعطيك جايزتين شوف 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 معي شوف صفر صفرين ثلاثة أربعة خلاص خلاص وش اللي غير هذا؟ 20,000 ريال تستاهل تستاهل خله معك خله معك خله معك تستاهل تستاهل مبروك عليك والله انك تستاهل تستاهل خير اللي فاز علينا كلنا والله انه يستاهل والله انه يستاهل والله انه يستاهل ناصر والله انه يستاهل ناصر استمتعنا معك يا ناصر بيض الله وجهك وجهك احنا خلاص الوعد ان شاء الله عند السياره بعد شوي طيب ان شاء الله مستعد للسياره ان شاء الله والسرب فيما داخل هي هي كل شيء ما تستهلك شو سعدك تعالين مو ربع توه كبشر طيب ناصر ألف مبروك عليك الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام خلوه لي قدم خالد ها
خله هو اللي يقدم. الكاميرا عندك. فاصل؟ لا لا عندك. ها؟ عندك. هو خلاص عطني الميكروفون. مشاهدينا الكرام ان شاء الله راح نلتقي فيكم بعد الفاصل وخليكم معنا. مشاهدينا الكرام بعد شوي راح نروح على السياره باذن الرحمن بعد اخر المسابقات، خليكم معنا في جد حيلك. اوكي حمد؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم في الفاصل ما قبل الأخير اللي قبل السيارات في آخر مسابقة، مسابقة التجديف. نعم، إذن مسابقة التجديف راح يطلع معانا اثنين مشتركين، اثنين، واحد على يميننا واحد على يسارنا، واحد على يمينكم واحد على يساركم أكيد. اثنين راح يتنافسون من يقطع مسافة إلكترونية، طبعا من يقطع مسافة إلكترونية أطول خلال دقيقة واحدة. الآن قرعة. قرعة بسم الله يا رب. مية وستة جابر. مية وعشرين يا مرحبا يا جابر، مبروك الشهر. حسن كيف الحال؟ ترى طيب. تفضل يا جابر. خالد المايك الثاني عندك؟ هذا هو موجود. يا مرحبا ومسهلا. مبروك عليك الشهر. تقبل الله طاعتك. كيف الحال؟ تعرف النص؟ تعرف النص؟ حياك. في النص عشان اشرح لكم خالد اللعبة. جابر و صالح. صالح على المايك، الميكروفونات فوق الربع ولا تونون على اساس نقدر نسمع صوتكم والجمهور اللي خلف الشاشات ايضا يقدر يسمعكم. حياكم الله يا جابر ويا صالح. الله يبيك. نورتوا برنامج شد حيلك. كنتوا تتاملون، كنتوا تطلعون على المنافسه هذه جابر؟ لا والله ما اتم. ها؟ ما كنت متوقع اني بطلع له. طيب صالح؟ لا والله. لك في البحر؟ ما لك ولا ابد؟ مره كل شيء. طير بر؟ طير بر، لكن الله بيعيننا ان شاء الله. ان شاء الله. نضبط لكم التكتيك وتضبط ان شاء الله. ان شاء الله. وصالح وجابر؟ لا والله ما لي فيه. ابدا؟ ابدا. طيب. راح اشرح لكم، طبعا يمكن شرحته بشكل سريع جدا قبل شوي. قربوا مني انتم الاثنين على اساس تشوفون الكرسي متحرك. خالد شروهم الكرسي. الكرسي هذا طبعا يتحرك، يعني لازم تثبت على الكرسي. تثبت على الكرسي، تدخل رجلك الله يكرمك كرم السامعين وتشد السبته. شد على رجلك بحيث ان رجلك ما تروح، فصارت حركتك انسيابيه. تقدم وترجع. تمسك الميداف. الميداف. وتسحب. واحد، اثنين، ثلاث. السرعة والقوة. لما ترجع اسحب معاك عشان ولما تروح ارخي الحبل. شد وترخي الحبل وانت رايح. حاوي. ها؟ واضحة؟ راح يكون عندكم يا ربع دقيقة. اللي يقطع مسافة إلكترونية أكثر أكبر هو اللي راح يكون الفايز. المسافة هذه شوف شوف 55 الحين. أنا قطعت الحين بهالحركة الخفيفة قطعت 56 56 الحين وقف متر. متر؟ اي متر. متر قطعت أنا الحين 57 متر. بيطلع عندي الأمتار. يطلع عندك الأمتار. عندكم دقيقة تقدر تبدأ بقوة من البداية لكن تتعب، وتقدر لا تبدأ شوي شوي عقب آخر 30 ثانية مبينة عندك تزيد خلاص هيها. فاهم علي؟ تقدر ولا هنا؟ هذه قدامك تطلع الحين عندك. حياك تعال. خلينا نرخي الخيط. عطنا المايك. اقعد. تنفذ. حياك. ولا تحزم. عطني الميكروفون عنك، اللي ودك. اللي ودك. لوني مكانك اشل النعال الله يكرمك. قدم النعال. اريح. ايوه كبعها ايوه. رصها. 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 رص 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 رص. شد. حمد الجهاز شغال؟ ردها ردها ردها. حمد الجهاز شغال؟ ايوه ايوه. رصها رص عشان ما عاد تحرك. خلص فاهم علي؟ رصها عليك. ارجع وقدم الحين بها بدونها الحين خلاص. ارجع قدم. حلو. حمد كنت روح شغل الجهاز. اصبر دقيقة. ارجع وقدم. ارجع وقدم لا تمسكه. ها سهل لك عشان تضبط الميزان انك ما تطيح انك ما يتعداك الكرسي. ايوه ثبتها بس خلاص ولا تزلق رجلك. صالح جاهزين؟ امورك طيبة؟
لا استصبر لا جابر لا 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 تمسك اذا سحبته راح يمشي عدادك ايه؟ اذا سحبته راح يمشي عدادك راح نعد وتوكلون على الله مع لما نقول لكم توكلوا على الله طيب ثلاثة اثنين واحد روح ايه اسرع رد رد اسرع اسحبها اسحبها لعندك اسحبها لصدرك ايه اسحبها لصدرك ايه خلص روح اسرع رد ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه معك 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 اسرع اسرع يا جابر اسرع يا جابر اسرع يا جابر روح شوف القوة ولا التركيز روح خالد روح هناك شوف الرقم شوف الرقم باقي 30 ثانية روح قدم بعد شوي روح 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 قدم روح هد شوي شوي الحين إذا تبغى تهدي هد لا تجي روحك اسحب هات عشان ما تهد اسحب يا جابر روح روح باقي 16 ثانية باقي 10 ثواني شد حيلك الحين شد حيلك عادي يلا 9 ثواني يلا يا جابر يلا يا جابر يلا يا جابر اسرع 5 4 3 2 1 ركزها خلاص لا انت خلك البس عقل اوه وانت في محلك البس وطتك الحين خلي توقف البس وطتك الله لا يهينك ما زينك بدون الغترة برقك بسم الله انت شو وين الربع اشرب ماء بالريقك ولحق على كلش اشرب ماء بالريق اشرب 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 خلك 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 لين خلنا نفك كذا حمد انا عندي الرقم اللي عندك الرقم اللي عندي 309 309 والرقم اللي عندي 267 مبروك عليك يا صالح مبروك عليك يا صالح إذن القوة هي اللي كانت فائزة على عامل السرعة جابر انت ما خسرت بيض الله وجهك كسبنا اشرب المدى كله اول شيء هذه القسيمة مقدمة لك من منتجع انانتارا في جزيرة البنانة بيض الله وجهك على حضورك وشاركتك اشرب المدى تسلم حمد شمال حمد سلم الرجال لا انت لا انت بيض الله وجهك ما قصرت الله يحفظك ما قصرت اكشخ الحين على راحتك اكشخ فايز ورايح على الموتر على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا عشان العرب يشوفونك زين طلع جوالك يبغي يضبط كشخته عشان كشخته هذه كشخة واحد جايب كسر الرقم تستاهل بيض الله وجهك وما قصرت انت تأهلت انت في السيارة تفضل اختار لك رقم صندوق قول بسم الله ارفع الميكروفون عشان نسمع ما انسمتها طايرة خليت الأول كم؟ الأول صندوق الأول إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يا رب والله انه يستاهل التصفيقه ويستاهل جائزه خالد سعدي ولا اجيك تبيني هو اللي تخابر انا بطلع 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 خلاص خل عينك الجمهور انا طالع بعد شوي بتروح السياره ان شاء الله على خير ان شاء الله وغير غير قدام تروح السياره فايز معنا انت سلمت سبعود فاخر من الجزيره للعطور ودهن عود مبروك عليك تستاهل هذه من الجوائز الضخمة مقدمة من الجزيرة العطور نشكر أخونا أحمد الهاشمي ومحمد كذلك تستاهل بيض الله وجهك صالح وجهك أبيض تبغي ترى عود طيب ودهن عود طيب كمبودي وسيوفي سلمت في إصابة عندك أمورك طيبة سلمت الوعد بعد جايزتك الوعد بعد شوي إن شاء الله على السيارة راح أركب معك السيارة الوعد هناك اخذها معي لا 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 خله خلاص لا انت بيضة خله 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 مشكور لا انت اذا مشاهدينا الكرام مباشره بعد الفاصل هذا دقائق قليله ونكون معاكم في مواقف مسرح قطر الوطني عند الرانجلر باب واحد نشوفكم هناك ان شاء الله يلا بسم الله حياكم الله مشاهدينا الكرام في الفقرة الأخيرة من برنامج شد حيلك في حلقة الليلة اللي هي فقرة السحب على السيارة الربع اللي فازوا معنا في المسابقات قبل شوي صالح وسلطان وناصر ويستهلون والله يوفقهم إن شاء الله تعالى ويسحبون على هذه السيارة بإذن الله تعالى
نسحب يا خالد؟ نسحب لكن قبل مبارك حق اخوي سلطان صندوق العود، مبارك صالح مبروك عليك صندوق طيبنا عقب ما تخلص العود البرنامج ان شاء الله. ومبارك لك، لا يمكن يروح عليه الصندوق اذا فاز بالموتر. اي ان شاء الله. انت بالموتر ولا الموتر؟ الموتر على طول. ها ان شاء الله. خلاص سلطان 10,000 ريال مبروك عليك. الله يبارك عمرك. وناصر 20 مبروك عليك. 20,000 ريال تستاهل طبعا. في حال اخذتوا في حال اخذتوا انتوا حد منكم فاز بالسياره تروح عليه جائزه الصندوق. نعم مستعدين؟ مستعدين. نبدا بصالح. صالح بسم الله. خذ لك اي مفتاح. خذ خيشه وامسكها لا تسخن. خياش ثمان خياش، كل واحد فيهم ياخذ خيشه، الخيشه فيها مفتاح. يلا بس كلهم فيهم مفاتيح ترى، كلهم فيهم مفاتيح. ثمان خياش سلطان. كل خيشه فيها مفتاح. ناصر طيب نبدا من عند من عندك. صالح صالح لا لا تفتح لين نقول لك لا تفتح. جاهز؟ جاهز. رفع يدك فوق الحين بعدك ثلاثة. طيب طيب شعورك وشو الحين؟ ان شاء الله اتمنى التوفيق واللي الله قاسمه بياتي ان شاء الله. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. يا سلام كفو عليك. مبروك. استاهل. مبروك مبروك مبروك. استاهل. بارك الله فيك. استاهل. مبروك. استاهل. ما انت بعد تستاهل. ما قصر. استاهل. استاهل خير. استاهل. بيض الله وجهك. كان فوز الرب. تستاهل. بلا شك. تستاهلون تستاهلون. بيض الله وجهك على المشاركة. تعال كان حاس انك بتجيب المفتاح. ان شاء الله اتوقع. ان شاء الله اتوقع. اتوقع الحمد لله. طيب خليك كفو ترى حمد ابوي يتكلم للجمهور. يلا هذا توفيق من الله سبحانه. حد دعالك قدام الجهنة؟ شيبه العجوز حد منهم قال لك راح الله يوفقك؟ اكيد. من اللي دعالك؟ الوالده والوالد. الله يحفظهم ويخليهم. الله يحفظهم ويخليك منك. صالح ودق سلف. يلا يا صالح. ماكسم لكم كنا والله كنا لكم. دق سلف يا صالح. يا العايش تعال الرحمن فضل الموتر لا ينقز يقحص عليهم. تماتيك تماتيك تماتيك. ما شاء الله شغلت ياهل. الدنجر وينهم؟ اضربها رن. الله يستاهل يستاهل يستاهل. خل اشيك معك. اذا نقول الف مبروك حق اخونا صالح فوز الثالث سيارات برنامج شد حيلك. حياك. في هذه السنه مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الان الى نهايه هذه الحلقه من برنامج شد حيلك. مبروك لاخوي صالح، مبروك لاخوي سلطان، ومبروك لاخونا ايضا ناصر بالجوائز اللي حصلوا عليها في حلقه اليوم. يستاهلون الف مبروك. نذكركم مشاهدينا الكرام اللي يبغى يفوز معنا بالمواتر وبالجوائز الضخمه يسجل على موقع قناه الريان. في امان الله وتصبحون على خير. مع السلامه.